لي المزيد معي السيد محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بك سيدي. إذن إلى أين اليوم يمكن القول، إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات بين الأطراف المتفاوضة، وهل من المنتظر ربما الوصول إلى اتفاق قريب والجميع يبدو متمسكا بموقفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن جميع المؤشرات تتحدث عن قرب التوقيع على الاتفاق، لأن هناك مباحثات جادة كانت على المستوى الفني، شارك فيها مدير منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي مع نظيره وزير الطاقة الأمريكي، وبالتالي هناك الكثير من الأمور أما أنها قد حلت أو أنها أعطيت خيارات من أجل حل هذا الملف، يعني حل القضايا الفنية. الآن النقطة المتبقية في هذه المفاوضات هي قضية آلية إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. يبدو لي بأن هناك تقدم فعلا قد حصل حتى في قضية العقوبات، والجميع هنا يتحدث في طهران عن قرب التوصل إلى الاتفاق النووي الذي طال أمده ربما أكثر من 7 سنوات، أو هذه الجولة الجديدة التي تقودها حكومة الرئيس حسن روحاني والتي طالت ربما أكثر من سنة وصلت إلى 15 شهرا. نعم، اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكونغرس، يعني كيف تنظر اليوم طهران إلى هذه التحركات الإسرائيلية؟ يعني هذه المرة الأولى التي لا يجد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته للولايات المتحدة ذلك الترحيب وتلك الحفاوة. الآن 85 عضو من الكونغرس الأمريكي عارضوا أن يلقي نتنياهو خطابا في الكونغرس الأمريكي، ربما يقاطعون هذه الجلسة. الرئيس الأمريكي رفض أن يلتقي نتنياهو، هناك انزعاج كبير من السياسة التي تنتجها إسرائيل، وبالتالي حتى أن إسرائيل منزعجة كثيرا من الاتفاق النووي، والتي انعكست على تصريحات نتنياهو الذي قال بأن الاتفاق النووي مع إيران يعني تدمير إسرائيل. هذا تصريح خطير جدا، وبالتالي أنا أعتقد بأن نتنياهو لم يعد ذلك الطفل المدلل الذي كان مرحبا به بالولايات المتحدة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بإيران. اليوم هناك رغبة عند الإدارة الأمريكية ورغبة أيضا مماثلة عند القيادة الإيرانية والحكومة الإيرانية من أجل التوقيع على هذا الاتفاق وإزالة الستار على البرنامج النووي الإيراني. نعم، السيد محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لك.